حلقات يا شواطئ شن الحول والزمول مستمرين بهذه الانطلاقات مندفعين مع هذه الانطلاقات الكبيرة وانطلاقة شوط جديد شوط قوي أيضا يحمل في طياته وطياته العديد والعديد من الأسماء الكبيرة من الشعارات الرنانة شعارات هجني أصحاب السمو الشيوخ والأمراء المنطلقة في هذا المساء من هنا من عاصمة ميادين السباق من ميدان الوثبة تحديات 8 كيلومترات وانطلاقة شوطنا التاسع الخاص بالحول المحليات يا سلام يا سلام على هذه التحديات انطلاقات كبيرة تحديات مثيرة منافسات قوية تشهدها أرضية عاصمة الميادين في هذا المساء ما بين هذه الشعارات الكبيرة ما بين هذه الشعارات الرنانة هناك وانطلاقة شوطنا نتابع هذه الأسماء نبدأ بالعد للمراكز الأمامية 10 المسموح لها بالنداء هناك وانطلاقة الشوط هناك وأول الأسماء هملولة هملولة على المركز الأول تتقدم وتسيطر على صدارة الشوط تتمسك بزمام الأمور تنطلق على المركز الأول وبكل قوة بانطلاقات الظافر علي بن جميل الوهيبي الشعار الذي له حضوره دائما وأبدا في كل المحافل في كل المهرجانات طموح الناموس وطموحه الرمز دائما وأبدا بينما المركز الثاني يتابع انطلاقة وحضور أيضا شعار هجن الرئاسة ولكن مضمر آخر ومدرسة أخرى تنطلق على المركز الثاني هي مدرسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي يقدم لنا شاهين وينطلق بشاهين أو الشاهينية عفوا على المركز الثاني بانطلاقة وبحضوره ينطلق المجازف في عملية تضمير الشاهينية بينما هملوله اللي على المركز الأول وهناك أيضا هملوله أخرى على المركز الثالث تتقدم وتنطلق بشعار هجن الرئاسة وأيضا هي الأخرى مع حضور الظافر علي بن جميل الوهيبي المتقدم بأكثر من اسم المنطلق بأكثر من عتاد في هذا الشوط لينطلق على المركز الأول والثالث المركز الرابع الشاهينية شعار هجن الرئاسة أيضا تنطلق وتندفع الشاهينية مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الرابع يتقدم وينطلق هناك وصدارة رئاسية على المراكز الأمامية الأربع بينما المركز الخامس أتابع هذا الحضور وهذا الانطلاق حيث أجد هنا العين المنطلقة وبكل قوة المندفعة بهذا الأداء على المركز الخامس مكملة للخمس النجوم الحاضرة على المراكز الأمامية تنطلق العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النيار يضمرها محفوظ بن خميس الجنيبي على المركز الخامس المركز السادس أتابع تقدم هملولة أخرى لتنضم وتدخل مع المراكز الأولى الأمامية بشعار هجن الرئاسة وهي الأخرى مع الظافر علي بن جميل الوهيبي ينطلق على المركز السادس يتجاوز للأسماء الأمامية المركز السابع أتابع الشاهينية القادمة وبكل قوة بشعار هجن الرئاسة لتنضم وتتدخل في هذه اللحظات بشعارها الرئاسي الكبير ومع المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري المركز الثامن أتابع انطلاقة وحضور شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بانطلاقة مرة في هذه اللحظات سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد من يتابع الشعار على المركز الثامن يتقدم بوسهيل وينطلق مع انطلاقة مرة المركز التاسع الشاهينية شعار هجن الرئاسة الذي ينطلق في هذه اللحظات ويتحرك على المركز التاسع بتدخل الشاهينية وبشعار هناك هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز التاسع المركز العاشر أتابع تدخل وانضمام وانطلاق من الشاهينية شعار هجن الرئاسة المتدخل هو أبو أحمد الجدير يصل بشعار هجن الرئاسة وينطلق سهيل بن أحمد بن دري
الفلاحي هذه العشر المراكز الأولى الأمامية المنطلقة على الصدارة، المنطلقة بهذا المستوى، بهذا الاندفاع الكبير، بهذا الحضور المميز، انطلاقات كبيرة، أعداد جميلة تتنافس من أجل الفوز، تتنافس من أجل الانطلاق والعودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى صدارة الشوط لأتابع ماذا ترى وماذا جرى، ماذا يدور وماذا يجري على أرضية الميدان ما بين شد وجذب، ما بين مد وجزر على المراكز الأمامية بانطلاقات الجميع. الكل يبحث عن الفوز، الكل يبحث عن التحدي، الكل يبحث عن الناموس، ولكن هجن الرياسة، هجن الرياسة تسيطر على مقدمة هذا الشوط وبكل قوة تفرض السيطرة، كل السيطرة، تمام السيطرة، السيطرة الرياسية دائما وأبدا، هذا هو حال هذا الشعار، دائما مسيطر على المراكز الأولى بانطلاقات كبيرة. أتابع الأسماء، أتابع التحديات، أتابع الانطلاق. المركز الأول حيث أتابع تغيير وانطلاق من الشاينية بشعار هجن الرياسة، يتحرك المجازف فيغير على مقدمة الشوط مع انطلاقة الشاينية بشعار هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني هملولة، هملولة اللي على المركز الثاني، شعار هجن الرياسة أيضا ينطلق ويندفع بهذا المستوى مع انطلاقته ومع حضوره، حضور هملولة على المركز الثاني، شعار هجن الرياسة مع الظافر، مع أبو الجمايل علي بن جميل الوهيبي بينما الدور يا أخواني دور. المركز الثالث لأتابع هنا انطلاقة الشاينية التي تتجاوز لائحة 3 كيلومترات في هذه اللحظات، لتنطلق الشاينية وتندفع مع المجازفة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع الشاينية حضرت أيضا هي الأخرى بشعار هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الخامس العين، العين 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 على المركز الخامس، شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان يتقدم وينطلق ويندفع محفوظ بن خميس الجنيبي، بناصر يعلن انطلاقته. المركز السادس ذعنابة على المركز العاشر، جاوزت وانطلقت واندفعت حتى خطفت المركز السادس، غيرت إلى المركز الخامس شعار هجن الرياسة يتقدم وينطلق الجدير بو أحمد قادم أسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، يتقدم بهذا التقدم وينطلق بهذا المستوى على المركز الخامس. يا سلام يا سلام، المركز السادس صارت فيه العين. المركز السابع الشاينية شعار هجن الرياسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون الميري. والمركز الثامن وصلت الشاينية وتقدمت بشعار هجن الرياسة مع الفيلسوف، مع رجل كل الأمتار أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. المركز العاشر أتابع هملولة بشعار هجن الرياسة ومع الظافر علي بن جميل الوهيبي. هذه الأسماء يا من تتابعنا، يا من تراقبنا على مقدمة الشوط والصدارة، رياسية رياسية، سيطرة رياسية على المراكز الأمامية، ولكن عودتنا إلى المجازف وانطلاقاته وانطلاقات الشاينية على المركز الأول، حيث يتواجد المجازف مسيطرا على المركزين الأول والثاني. بوسعيد يقدم لنا المستويات بانتظار المزيد والمزيد منك يا بوسعيد، أنت دائما معودنا، معودنا على الفوز يا بوسعيد. مع هذا الشعار الحمر، مع شعار الخطر، ينطلق المجازف، ينطلق المجازف، سلام يا سلام، تحرك المجازف على المركزين الأول والثاني، بينما المستحيل على المركز الثالث يتقدم راشد بن محمد بالسم المنصوري بانطلاقة الشاينية، بانطلاقة الشاينية بشعار هجن الرياسة. المستحيل لحضوره دائما ولا انطلاقاته. المركز الرابع حضر شعار هجن الرياسة، انطلق شعار هجن الرياسة مع الشاينية بحضور الفيلسوف. يا سلام يا سلام، فلسفة الفيلسوف دائما ما تظهر، وخصوصا في الختاميات.
من رموز الفيلسوف، ولكن العودة والانطلاق إلى مقدمة الشوط، الكيلو متر الأخير الخطير. لا 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 والله ما شيء خطير. الرياسة روحها بروحها هناك على مقدمة الشوط، تنطلق بشعار هجن الرياسة، الهجن الجماهيرية. يا هي جماهير غفيرة تشجع وتراقب، وهذا الشعار دائما يعودها على الفوز، معودها على المنصات. ينطلق هناك المجازف، ينطلق المجازف ويتحرك المستحيل، يتحرك المستحيل ويروح المجازف. يا سلام يا سلام، الفوز دائما وابدا هو للرياسة وهجنها، هو للحمر، هو للخطر، هو هناك لهذا الشعار الكبير، للشعار العريق. انطلق المجازف مع الشاهينية بشعار هجن الرياسة خاطف الناموس الشوط، إن لم يكن أيضا هناك للمستحيل كلام آخر مع الأمتار الأخيرة. ولكن الشاهينية غادرت بالفوز. سلام 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 لهذا الشعار، أينما حل وأينما كان، في كل وقت وفي كل زمان. سلام للحمر، سلام للرياسة وهجنها، سلام لكل رجالها، سلام لكل جماهيرها، سلام للحمر، سلام على هذا الفوز. ثاني والناموس على فوز الرياسة بالمركز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هناك، وتهانينا لكل المضمرين على هذا الانطلاق الجميل. إلا مركز الثاني وصلت الشاهينية هناك بشعار هجن الرياسة، أو هملولة نعم بشعار هجن الرياسة مع الظافر المركز الثالث، الشاهينية على المركز الرابع، وكان أيضا دخول جماعي على المراكز. هنا نعود بالتوقيت الزمني وانطلاقة الشاهينية اللي خطفت ناموس الشوط وبكل قوة. أتابع التوقيت الزمني، لحظات الانطلاق ولحظات الوصول، لحظات وصول الشاهينية بشعار هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون، من ظهر بهذه الصورة وبهذا الأداء. 12 دقيقة 37 ثانية، 3 أجزاء من الثانية هي لحظات وصول وهناك وتوقيت الشاهينية على المركز الأول، بينما المركز الثاني 12 دقيقة 39 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. اللي كانت على المركز الثاني هي هملولة بشعار هجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل، وهي بمركز الثالث 12 دقيقة 39 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. أيضا الشاهينية بشعار هجن الرئاسة مع هناك المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. تهانينا والناموس لجميع